عبد الله نشاش عميد اقليمي مسؤول الامن العمومي بهذه المنطقه الاقليميه للامن اللي هي مدينه الدخله، وبمناسبه الذكرى 58 لتاسيس المديريه العامه للامن الوطني، فقد تم تزويد رجال الشرطه بهذه المدينه ب 12 الدراجه الناريه وكذلك 12 الخوذه، سوف تسهل مهمه رجال الشرطه في اداء المهام ديالهم والتنقلات ديالهم من اجل محاربه الجريمه بشتى انواعها، سواء كانت جنايه او جنحه او مخالفه في مختلف احياء المدينه، وذلك من اجل تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة بهذه المدينة التي تشكل جزءا من أقاليم الجنوبية العزيزة.